عاجل: نقل الاستخبارات السعودية لناشطة من مأرب إلى الرياض بعد ابتزازها السفير الجابر. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. تداولت وسائل إعلامية يمنية اليوم أنباء عن بدء ترتيبات الإطاحة بالسفير السعودي لدى اليمن والحاكم الفعلي للسلطة الجديدة بعد تسريبات تورطه في فضائح جنسية. ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر دبلوماسية في الرياض قولها إن السلطات في المملكة بدأت بالبحث عن خليفة لآل جابر في اليمن، وتوقعت المصادر أن يصدر أمر ملكي بتنحية آل جابر بعد عقود من عمله في اليمن وإدارته للملف اليمني. ويعد آل جابر الحاكم الفعلي لما تسمى الشرعية سابقا وما يسمى المجلس الرئاسي حاليا، كما أنه المهندس الرئيس لكل سياسات السلطة الموالية له. وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد فضائح آل جابر في اليمن التي توزعت بين الفساد المالي المهول والفضائح الجنسية. وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات السعودية بدأت بالتحقيق في فضائح جنسية تورط فيها آل جابر بأوامر من جهات عليا. وبحسب المصادر فإن آخر الفضائح التي تورط فيها السفير تسرب مقاطع تكشف علاقته بناشطة يمنية خلال لقاء جمعهما قبل شهر رمضان. يذكر أن الاستخبارات السعودية قد اعتقلت الناشطة سميرة الحوري التي جندها آل جابر لمهاجمة سلطات صنعاء، مضيفة أنها نقلتها بطائرة خاصة من مأرب حيث كانت تقيم إلى العاصمة السعودية الرياض، فيما لا يزال مصيرها مجهولا حتى اللحظة منذ منتصف الشهر الماضي. وتداول ناشطون أخبارا على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن اعتقال الحوري جاء نتيجة ابتزازها للسفير السعودي آل جابر.